الاسبوع ده كان عندنا حاجات كتير قوي، انا بجد مش قادره، مش قادره الاحق على كل الحاجات اللي عندنا، وصوتي تعب. انت ما بقاش عندك صوت بقى، عندك الحمد لله انا لسه عايشه الحمد لله. طب احنا عملت حاجه في موضوع زين عماد بتاع جالاكسي؟ هذه بسمه، بسمه تكون ناسي اللي انت اسمك عزيز، جيك تفكرك على طول. انا مش عارف اللحن، انا مش سامعاها اصلا، مش عايزين اللحن اصلا. انت ما تشغلنا، مش عارف اللحن اصلا، تعرف كيف بدي اغيره؟ عايزين البارت، شغلها لنا كده نشوف بتقول ايه. ما بعرف من وين بدي بلش، لانه هالغنيه لازم تكون فرحه وتواصل مسج للعالم. عايش حياتي يا رايق، انت يا رايق حبيبي بدر. كيف غنيت جالكسي؟ يا اخي بتدري ايش المشكله؟ اللحن حقها مره حلو. الاوريجينال ايه؟ من اليوم عايش حياتي. It's perfect. من اليوم أعيش حياتي أملى الصفحة. أنا بحب جداً أعمل الحاجات دي، دايماً باخد الكلام وغير لحنه أصلاً. حد يجرب بقى، شوف ممكن نطلع إيه. أمال أنك أنت حياتك عايزة في شيء. نحسها غربية أكثر منها عربية، يعني كيف تردها عربية حاجة سهلة برشا، على خاطر الكلام عربي بس اللحن مش عربي. كيف ديو؟ قررنا نعمل ماشب. حلو. أغنية أول شيء لبنانية، أوكي، بعدين أغنية خليجية، وفي احتمال نرجع بأغنية مصرية، يعني يكون كده في ألوان، بس إلى الآن ما إحنا عارفين إيش بالضبط. واو، بس حلو الفكرة، وخاصة صوتك مع صوت جوري. جوري رهيب، جوري صوته رهيب. واو، أنا مرة مبسوط إني حامل دويتو مع جوري، خصوصاً إنه ما شاء الله تبارك الله عليها، رغم صغر سنها إلا إنه هي عندها طبقات، يعني تريح الشخص وقت لما يجوا يقارنوا بين الطبقات ويرتبوها. هي عندها طبقات مره واسعه ما شاء الله، ما شاء الله عليها، فاخترنا شيء في النص جاء مره كويس. الناس ممكن فهمت غلط، على بالهم ان انا زعلت عشان عزيز حيغني مع زينب وراح علي الدويتو، بس لا، انا مبسوط لانه عارف انه الاثنين اصواتهم مره حلوه وحيعملوا شيء خرافي، بس في نفس الوقت كنت متحمس للاشياء اللي احنا محضرينها انا وزينب. انا معايا ياسر موال على طول. لا